السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، محاضرتنا هاي هي المحاضرة الأخيرة في مختبر قواعد البيانات المرحلة الثانية الدراسة المسائية. وبهذه المحاضرة راح نعرف شلون نتعامل مع الإضافة والحذف والتحديث على الجداول، وهذا ما يسمى بالأكشن كويري. إذا الأكشن كويري نقصد به الإضافة والحذف والتحديث Add وريموف وأبديت. طبعاً إحنا المحاضرات السابقة كلها اللي أخذناها هو نسوي create للداتابيس وإعازات السلكشن. في هذه المحاضرة راح نأخذ إعازات الأكشن كويري. نيجي على قاعدة البيانات اللي هي عندنا الكومباني بها two tables اللي هي department والإمبلوي. طبعاً حتى أقدر أنفذ أكشن كويري أحتاج إلى new query. add new view ما راح يفيدني بالأكشن كويري. إذا نختار new query. مثلاً لنفرض أني أريد أضيف قسم جديد إلى الشركة. إحنا مثل ما نعرف إنه الشركة اللي إحنا اشتغلنا عليها طول الكورس بها أربع أقسام اللي هي الكوزمتكس والوومن فاشن والمان فاشن والتشيلدرن فاشن. حتى أريد أستحدث قسم جديد بهذه الشركة ليكون ألعاب، مثلاً التويز. أريد أستحدث فرع جديد، وين يصير الإضافة؟ راح تصير الإضافة على جدول الديبارتمنت، فراح أختار جدول الديبارتمنت أسوي لها Add Close. هذا جدول الديبارتمنت اللي عندي، شلون أقدر أسوي إضافة لهذا الجدول؟ أجي على Change Type اللي راح تفيدني أني هذه الثلاث إعازات، عندي الإنسيرت والأبديت والديليت. الإنسيرت والأبديت والديليت، أي هو اللي يفيدني في إضافة؟ أكيد الإنسيرت. ليش اختارها من هاي القائمه المنسدله من change type؟ حتى تكتب لي الصيغه العامه تسهل لي كتابه الكويري. اذا انت ما راح تختارها من change type لازم تحفظ الصيغه العامه لها للكتاب للاعاز لاعاز اضافه يعني قيد جديد الى الجدول. نيجي على insert value، هو الصيغه غير اياها insert into department. ليش department؟ لانه انا مختار department من فتحت الكويري. هسه هنا هذا قوس مفتوح يقابل قوس مغلق، وهنا قوس مفتوح يقابل قوس مغلق. هنا شو اكتب؟ هنا اكتب الفاليوز يعني القيم اللي اريد اعبيها في القيد، وهنا شو اكتب لي فوق؟ اكتب اسماء الاعمده، يعني راح اكتب دب ان او فارزه نيم فارزه سالري. هاي ثلاث اعمده. القيم احنا عندنا اربع اقسام، فالقيمه خمسه هو الديبارتمنت نمبر، النيم راح اسميه تويز اللي هي الالعاب، والسالري يقول مثلا 520,000. اجي انفذ. طبعا اريد اعطيكم ملاحظه، احنا بالجدول عندنا اربع قيود، يعني الديبارتمنت ان او اللي هو البرايمري كي بهذا التيبل 1 و2 و3 و4. هل ممكن انطي هنا رقم 4؟ ما ممكن. ليش ما ممكن انطي رقم 4؟ لان برايمري كي ما يتكرر. زين، يصير انطي رقم 6؟ اي يصير انطي رقم 6. مو شرط الارقام تكون متسلسله، يعني ممكن اكو رقم مو موجود. مثلا هسه راح نجي نحذف مثلا قيد لي موظف، او نحذف وحده من الفروع اللي بالشركه، يروح البرايمري كي مالتها، لكن البرايمري كي ما يصير يتكرر. لكن هل ممكن مثلا انطي رقم 6؟ عادي ممكن انطي رقم 6. هسه راح انطي مثلا رقم 6 قدامكم، انطي 6 ما انطيت 5. هسه ها هنا التويز انتبهوا لازم ما طول اضافه لي سترينج، تكون ما بين السنجل كوتيشن. اوكي راح نجي ننفذ. يقول هنا المسج 1 رو افكتد باي لاست كويري، عندك سطر واحد راح يتاثر بالكويري الاخير اللي كتبته. راح انطي اوكي، ما اعترض، بالرغم انه هسه اروح على ملاحظه ثانيه انه انا ما اقدر اسوي اكشن كويري والتيبل مفتوح، لازم التيبل يكون مغلق. لازم التيبل يكون مغلق، هاي ملاحظه ثانيه. انطي شو تيبل داتا، اجي عليه بالفعل 1 2 3 4 6، وين الخمسه؟ ما كتبت الخمسه، ماكو مشكله، بس المهم بدون تكرار. يعني لو كاتبه 4 كان اعتراض، يقول هذا البرايمري كي موجود، ما يصير دبليكيشن عندي بالبرايمري كي. هسه استحدث الفرع جديد بهذه الشركة، قسم جديد رقم 6 ديبارتمنت ان او تويز، باخذ الموظف راتب 520، ما بي اي اشكال. زين راح نجي نغلق التيبل، نرجع
خطوة مرة ثانية نعيدها حتى نضيف إضافات جديدة للتيبل حتى تترسخ عندكم الخطوات. قلنا add new view ما راح تفيدني، أختار new query، أريد هسه أستحدث فرع آخر في هذه الشركة، هم بالديبارتمنت أريد أضيف قسم آخر، أقول له add close. زين هسه أيضا نروح على change type أضيف insert value. زين هل ممكن إنه ما أكتب هنا أسماء الأعمدة؟ نعم ممكن، خلني نجي نشوف هل ممكن هذا الشيء. راح أحذفها، أكتب بالفاليوز مثلا هسه رقم 5 مثلا أسميه المين فاشن 2. استحدثت فرع ثاني للمين فاشن فارزة السالري مثلا ياخذ 550. أوكي مين فاشن 2، أجي أنفذ وان رو أفكتد، أجي أعطي أوكي، أروح على التيبل أشوف صار التغيير اللي أنا ردته بالفعل وشوف السوى. حط هو أنا يعني بالبداية ضفت رقم 6 هسه ضفت رقم 5، حط رقم 5 قبل 6 يعني هو أوريدي يرتبها على أساس البرايمري كي. هاي مين فاشن 2 أوكي راح نغلقه. نرجع ممكن إضافة حقلين تو يعني أكثر من رو في نفس الوقت، أكثر من ريكورد في نفس الوقت. نعم ممكن، شلون؟ مثلا راح على هذا نعدل أو نفتح أوكي كويري جديد view new query add department add close أروح على change type أختار الانسيرت، هذه ما راح أكتبها مثلا، أروح على الفاليو، إحنا إلى حد 5 و6 صارت عندي، 7 شنو أريد بسبعة؟ مثلا من فاشن 2 فارزة الراتب مثلا 520. أوكي أخلي فارزة وأرجع أفتح قوس وانطرق بثمانية برايمري كي إلى مثلا children fashion two. يعني صار عندي كل فرع الأصلي two يا. بالنسبة للملابس أيضا مثلا كل 520 أيضا أجي أسد القوس أنفذ أشوف راح يقبل على هذا الشيء. The continue شنطاني two row affected by last query. أوكي أروح على الجدول اللي عندي show table data أشوف انضاف عندي اللي هو هذا الwomen fashion والchildren fashion two، صارت عندي 7 فروع. هذا بالنسبة شنو؟ هذا بالنسبة للإضافة، إضافة ريكورد جديد إلى التيبل، إضافة ريكورد جديد إلى التيبل. إذا خلصنا هسه الإضافة اللي هي الآد، نيجي على الديليت الأبديت عفوا. الأبديت يعني شنو؟ يعني أحدث في قيمة معينة، أحدث في قيمة معينة. مثلا عندي هذا التيبل أريد كل رواتبهم 500 يصيرون مثلا 520. زين كل رواتبهم 500 يصيرون 520. هسه نجي منه 500 الكوزمتكس فقط 500، خلينا نشوف راح يتغير او يصير 530 مثلا. نرجع راح نغلق هذا الكويري، نروح view new query. بس تنتبهون انه اغلق التيبل طلاب اللي دا اسوي عليه اكشن كويري، بالسلكشن ما كان هذا الشيء، يعني مو اللي اغلق التيبل بس بالاكشن اغلقه. اروح على الديبارتمنت ايضا لان انا اريد اغير بقيمه الراتب، اريد اغير بقيمه الراتب. ايضا اروح على تشينج تايب اختار الابديت. اذا مثل ما نبهتكم احنا اللي راح نستخدمها الانسيرت فاليو والابديت والديليت، هاي الثلاث اعادات. هذه ايضا راح اختار انا اريد اغير قيمه هسه، ما اريد اضيف ريكورد كامل، فراح اسوي له ابديت. هو كتب لي الصيغة update في table
ديبارتمنت. سيت سيت شنو يعني؟ انطي قيمه. سيت انطي قيمه. سيت المن اريد للسالري يصير 530 قلنا، بس احنا اتفقنا مسبقا انه 530 فقط للقسم اللي يستلم 500. هسه اذا سويت هيجي وما كتبت الشرط راح يسويهم كلهم 530، بينما انا ما اريد هيجي، انا لازم انفذ الكويري كما مطلوب مني. الاوتبوت يكون مثل ما مطلوب مضبوط، معناته فهمت الكويري وعرفت انفذه. اذا ما يصير انطي سيت سالري يساوي 530، لازم انطي الكونديشن. ايش اكتب؟ وير. ايش اكتب بالكوير؟ وير السالري يساوي لي 500,000 هو كان عفوا. يعني شنو هذا معنى الكلام؟ معناته اسوي ابديت في تيبل الديبارتمنت. سيت يعني اعطي قيمه للسالري يساوي 530 عندما يكون السالري يساوي 500,000. اوكي خلي اجي انفذ اشوف راح تنفذ عندي. one row affected by last query. اوكي اروح على التيبل اللي عندي اسوي له show table data. اجي اشوف بالفعل احنا قلنا بس الكوزمتكس، بس الكوزمتكس كانت 500 صارت 530. زين هسه اريد اسوي ابديت اخر للرواتب. مثلا اريد اسوي كل قسم اقل من ال 550 او اريد كل قسم يستلم 520 او 530 يصير راتبهم 600. كل قسم يستلم 520 او 530 محددته يصير راتبهم 600. شلون نغلق ال طبعا اذا تنتبهون هنا، اريد تنتبهون هنا ليش سوى فلتريشن على السالري؟ لانه اكو كونديشن، وهاي علامه القلم الصغيره اذا تشوفوها بصف السالري لانه سويت ابديت. سويت ابديت. نغلق هذا الكويري، نفتح كويري جديد، نيو كويري، نروح اريد ابديت على الديبارتمنت، اد كلوز، نروح على تشينج تايب منا نسوي له ابديت. كتب لي الصيغة العامة إليه update department سيت السالري يساوي 600,000. إذا ما كتبت الشرط راح يسويهم كلهم 600، راح يسويهم كلهم 600. أنا أريد فقط اللي 520-530 يصيرون 600، فإذا لازم أكتب where السالري يساوي 520 and خلي بين أقواس دائما الشغل أو إحنا نقدر نكتب أصغر أو يساوي أكبر أو يساوي همين يصير السالري يساوي لي 530. طبعا اور لازم بيناتهم اور، لان اند ما يقبل اند مستحيل، لازم اور لانه مو نفس الوقت. خمسه روز افكتد. اوكي نروح بالفعل هي كانت هواي عدد الروز. سوري نروح على التيبل على الديبارتمنت شو تيبل داتا. اذا بالفعل كلهم تغيروا 1 2 3 4 5. من اللي بقى؟ بقى اللي 550. اذا مثل ما ذكرنا انه الشرط لازم يكون بيناتهم اور، لانه هو اما يستلم 520 او 530 مو اثنيناتهم، مو اند. اوكي او نقدر نخليها اكبر ويساوي اصغر ويساوي الرينج. اكو هواي طرق طبعا كتابه الشرط. هاي بالنسبة للأبديت، هاي بالنسبة للأبديت. زين هسه إذا أريد نسوي ديليت، أريد نحذف مثلا، نروح على أيضا التيبل حتى نشوف. مثلا أريد نحذف
القسم رقم 7 أو القسم رقم 8 مثلا. هم نغلقها للتابلز حتى نكتب كويري جديد. نروح على الفيو نيو كويري الديبارتمنت اد كلوز مثلا، اختار لازم تشينج تايب، نسوي ديليت، ديليت فروم ديبارتمنت. اذا قلت له هسه اون راح يمسح لي التيبل كله، فلازم اكو شرط، لازم اكو شرط. شو تريد تحذف من الديبارتمنت؟ اذا تريد تحذفه كله سوي له ران. شو تريد تحذف وير؟ لازم نحط شرط. احنا من نكتب الشرط يم عبارة الوير، وير الديبارتمنت ان او يساوي مثلا 6 وان رو افكتد. طيب اوكي، طب هنا اكو فلتر يم الديبارتمنت ان او لان اكو كونديشن، هو هذا الفلتر انه الديبارتمنت يساوي 6. اجي على التيبل اشوف شنو صار بيه تغيير بالفعل. 5 7 8 الستة، رقم 6 انحذف من قاعدة البيانات. بعد ما يصير هذا يعني الومن فاشن يجي يصير ياخذ مكانه، ما يصير يعني، ما يصير يعني مثل ما طالب ينقل يروح الرقم الجامعي مالته، ما يجي غير طالب يلطو رقم هذا الطالب، الا اذا اجى طالب جديد ممكن. يعني هسه لو نرجع مثلا احنا ايش حذفنا؟ حذفنا يا فرع حذفنا التويز، صح لو خطا؟ زين نيجي هسه نسوي، خلي نغلق التيبل ونسوي اد، هنا نسوي اد انسيرت يعني نيو كويري ايضا للديبارتمنت كلوز، راح اسوي له انسيرت. انسيرت ايش اريد؟ اريد اضيف رقم 6 6 مثلا، راح اسميه كوزمتكس 2. يعني زين ايش انطي السالري مثلا 500. اوكي اجي انفذ. اوكي اروح قبله، ليش؟ لانه اني اللي استحدثت فرع جديد وطيته الرقم القديم انطيته، بس هو اوريدي من تحذف فرع ينطي الرقم مالته لغير واحد البرنامج ماكو شيء. وصلت الفكرة طلاب؟ ماكو يعني ما يرجع يسلسل لك الأرقام مال برايمري كي، ما يرجع يسلسلها، حذفت رقم يبقى محذوف ماكو مشكلة، إلا إذا أنت سويت انسيارت بنفس هذا البرايمري كي أوكي، يعني إضافة جديدة عادي يمشي. هسه نحذف مثلا كل الديبارتمنت اللي بعد 5، أريد أحذف 6 و7 و8، أي ديبارتمنت ورا ديبارتمنت رقم 5 اريد ينحذف مثلا، او خليني نحذف لا على اساس الديبارتمنت نمبر، اريد احذف كل الديبارتمنت اللي تتقاضى 550، اريد احذفها اللي تتقاضى راتب 550. اوكي اذا ايضا نروح على الفيو نختار نيو كويري، اريد جدول الديبارتمنت كلوز، راح اسوي تشينج تايب. أنا إيش أريد؟ أسوي حذف delete from the department شنو؟ where salary يساوي لي 550,000. نجي ننفذ. 3 row affected بالفعل، هي كانت 3 أقسام في جدول department 550. أوكي أروح على التابلز اللي عندي، أفتح الديبارتمنت شو تابل داتا، أجي أشوف إنه هي انحذفت 3 أقسام اللي تحتوي اللي تستلم راتب 550، ولو نجي نشوف على السالري 600 600 500 600 600، بالفعل ماكو أي راتب يتقاضى 550,000. وانتبه على الأرقام ما سلسل لي إياها، بقت المحذوفة راحت انحذفت، ما سلسلها هو منه وكيفها، يعني البرنامج ما يسلسلها بعد. هو أنت عاد إذا تريد تدخل مثلا فتفرع جديد رقم 4 5 ماكو إشكال،
يسوي إضافة. هاي بالنسبة طلاب لمحاضرتنا للأكشن وكويري، هي محاضرة طبعاً كلش مهمة، لأن الأكشن وكويري كلش مهم بقواعد البيانات، ودائماً أكيد بالأسئلة يجي فتفرع على الأكشن وكويري. إذا عندكم أي سؤال أنا موجودة وياكم على التليجرام. شكراً لحسن المتابعة وفي أمان الله.